اليوم خرجنا للشارع، الهدف ديالنا هو انه نفرقوا ورود، هي بالاساس مجانا، ولكن الهدف وراء هذا الشيء هو اننا نشوفوا واحد البسمه، واحد السعاده على الوجوه ديال الناس، خصوصا انها مجانا، وانه كمواطنين او كأناس اللي كتفرق عليهم شي حاجه اللي هي مجانا، بغينا نشوفوا شنو رده الفعل اللي غتكون، ونشوفوا رده الفعل كذلك ديال جميع الفئات العمريه، من شباب، من اطفال، كذلك من نساء، من مختلف الفئات العمريه. كالفكرة بالأساس جات أننا نفرقوا 1000 وردة، فألف وردة موزعة على شوارع الدار البيضاء، فهي فكرة ليست بالهينة، كأنها مبادرة عمرها ما التفت لها شي حد، خصوصا وأنه سادموند أن بودجي، وأنه حنا ما اهتميناش بأنه وراء فكرة ديالنا وراء أننا نربحوا شي حاجة. فرحت بهذه الوريده وقدرتها بزاف، فهمتي، كان عطيتني شي حاجه كثيره، نحافظ عليها، معلومه عندي الدار ونحافظ عليها، إلا ما كانش غتتبدل. بنيتي عمرت واحد ما تفكرني وليتي، تفكرت انتوما بنيتي الله يحفظكم، جاتني زوينه، حي وجوهكم، حافظ باش نحافظ على بنتي. عطيها لبنتي عزيزه. كنبغيها داكشي علاش عطيتها ورده، وهاد المناسبه راه كتسمى، راك عارف انت. بارك الله هاك، هاي خليها عندك مناسبة رأس السنة، سنة سعيدة.